بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. حبايبي، النهارده اول فيديو ليا، ويا رب كده اكلات تعجبكم، وعايزاكم بقى تدعموني وخليكم معايا ما تشوفوا الاكله بتاعت النهارده، ويا رب تنول اعجابكم. معانا النهارده فراخ، هي اكله حلوه قوي في الشتاء بالذات، كمان وفي الصيف برضو مش هتقول لا يعني. فاي اكله فراخ في الرز في الفرن، وان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا. فراخ اهي النهارده متقطعه ومغسوله حلو قوي، ومتقطعه بخل، يعني مغسوله بليمون وخل ودقيق وكده، وحاولي تغسليها جامد عشان تعرف الفراخ تملي، تبقى فيها ريحه زفره جامده، وليمون ودقيق وخل، وغسله كويسه يعني محترمه كده زي ما احنا شايفينها. وهنا بصله مبشوره اهي، بصلة مبشورة اهي. وعندك هنا بهارات، البهارات دي مهمة قوي في الأكلة بتاعتنا، فلفل أسمر وملح وبهارات، بهارات لحمة وبهارات فراخ. وهنا مكعبين 2 ماجي، ده اختياري يعني، عايزاه ماشي مش عايزاه مش مشكلة يعني. هنا البايركس اللي هنعمل فيه اهوت، وهنا 2 كوباية رز يعني، حسب ما انتي، حسب عدد أسرتك يعني، 2 كوباية زي ما انتي عايزة. بس خليكم معايا اما نشوف هنعمله ايه. حبايبي، وفي لبن معانا هنا اهوت، بس اللبن حاولي ان انت تغليه الاول وتخليه سخن. ليه؟ لان لما يتحط على الرز هنا في البرام عندك او بايركس او اي حاجة، فاول ما تحطيه فيشيل معاكي على طول في الفرن وما يعطلش الدنيا يعني، ان انت ايه، بحيث ان انت لما اللبن يبقى مغلي وسخن خالص فانت هتسقي بيه على طول اللي احنا هنعمله دلوقتي، فيقوم في الفرن يشيل معاكي على طول ويتشرب ووشه يحمر معاكي. خليكي معانا بقى عشان نشوف الطريقه. ايوه يا جماعه، دلوقتي جبنا البصل اهوت اللي قلت لكم عليه مبشور هنا، وهنا الفراخ اهي متقطعه ومغسوله كويس قوي على قد ما تقدري، لان طبعا بيبقى في زفاره، حاولي ان انت اول ما تشمي ريحتها تبقى لها كويسه، يبقى كده خلاص تشتغلي على طول. وهنا البهارات بقى زي ما قلت لكم، فلفل اسمر ومكعبين ماجي، ده حد اختياري يعني، عايزه مش عايزه براحتك بقى. وهنا شويه ملح وشويه بهارات لحمه، وهنا بهارات فراخ. وخليك معايا بقى كده واحده واحده. هنا هنحط طبعا البصل مبشور اهو، بهارات اللحمه وبهارات الفراخ وفلفل اسمر ومكعبين الماجي والملح كله على بعض. مش عايزه اقول لكم الاكله دي بصراحه، عيالي نفسهم وعيلتي بحالها بصراحه اول ما بيعرفوا ان انا عامله الاكله ديت بصراحه بيحبوها قوي، بيقولوا يا طب احنا هنجيلك بس تعملنا الاكله دي، بصراحه هي هتعجبكم يعني. اتمنى انها ماشي يا جماعه. الرز اهو زي ما قلنا، بتضطري تفرشيه كله في قلب البايركس اللي عندك، او صينيه اي حاجه عندك اعملي فيها، مش شرط يعني، في اي حاجة عندك تعملي فيها ماشي. بتروحوا فردين كده الرز كله على الفراخ اللي انت عملتيها. خليكم معايا. طب كده نحط اللبن اهو على الوش كله، نسقي بيه البايركس كله اللي انت خلاص عملتيها. يلا يا جماعه، خلصت اهيت كلها الحمد ربنا، الحمد لله خلصت اهيت. وخليكم بقى معايا لما نحطها في الفرن ونطلعها نوريكم شكلها الاخير باذن الله تعجبكم. حبايبي، هنا انا نسيت اقول لكم ان احنا لازم نحط زبده على الوش، لان الزبده بتدي له طعم الرز جميل قوي وبتخليه مفرفر وكويس يعني. خليكم معايا ما نشوف اخر التطورات في الاكله، خليكم معايا للاخر. عين اختياري، انا عملت برضو هنا صينيه بطاطس اهوت جنبها تمشي معاكي يعني، اللي عايز يعمل براحته يعني، ده اختياري. وهنا برضو شويه مخلل لفت اهم، تفتح يعني، يفتح النفس مع الاكل وكده. ويا رب بقى يكون يعجبكم اكلتي النهارده. هي الاكله اللي اللي عملناها سوا واخر شكل لها، يا رب بقى تعجبكم اهوت كده. بص الرز اهي، بص الرز مفرفر معاكي اهوت،
حلو قوي هو. يا جماعة ايه يا جماعة الاكل اهي، يا رب ده هيعجبكم. وبكده يا جماعة نكون خلصنا اكلتنا النهاردة، وما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، ويوصل لكم كل جديد باذن الله. ويا رب بقى اكلتي تعجبكم في قناة انا وبنتي، وان شاء الله نعمل لكم حاجات احسن واحسن. مع سلامة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. حبايبي النهارده اول فيديو ليا، ويا رب كده اكلاتي تعجبكم، وعايزاكم بقى تدعموني وخليكم معايا ما تشوفوا الاكله بتاعت النهارده، ويا رب تنول اعجابكم. معانا النهارده فراخ، هي اكله حلوه قوي في الشتاء بالذات كمان، وفي الصيف برضو مش هتقول لا يعني. فاي اكله فراخ في الرز في الفرن، وان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا. فراخ اهي النهارده متقطعه ومغسوله حلو قوي، ومتقطعه بخل يعني، مغسوله بليمون وخل ودقيق وكده، وحاولي تغسليها جامد عشان تعرف الفراخ تملي، تبقى فيها ريحه زفره جامده، وليمون ودقيق وخل وغسله كويسه يعني محترمه كده زي ما احنا شايفينها. وهنا بصله مبشوره اهي، بصله مبشوره اهي. وعندك هنا بهارات، البهارات دي مهمة قوي في الأكلة بتاعتنا، فلفل أسمر وملح وبهارات، بهارات لحمة وبهارات فراخ. وهنا مكعبين 2 ماجي، ده اختياري يعني، عايزاه ماشي مش عايزاه مش مشكلة يعني. هنا البايركس اللي هنعمل فيه اهوت، وهنا 2 3 كوباية رز يعني، حسب ما انتي، حسب عدد أسرتك يعني، 2 3 كوباية زي ما انتي عايزة. بس خليكم معايا اما نشوف هنعمله ايه. حبايبي وفي لبن معانا هنا اهوت، بس اللبن حاولي ان انت تغليه الاول وتخليه سخن. ليه؟ لان لما يتحط على الرز هنا في البرام عندك او بايركس او اي حاجة، فاول ما تحطيه فيشيل معاكي على طول في الفرن، وما يعطلش الدنيا يعني، ان انت ايه، بحيث ان انت لما اللبن يبقى مغلي وسخن خالص، فانت هتسقي بيه على طول اللي احنا هنعمله دلوقتي، فيقومي في الفرن يشيل معاكي على طول ويتشرب ووشه يحمر معاكي. خليكي معانا بقى عشان نشوف الطريقه. ايوه يا جماعه، دلوقتي جبنا البصل اهوت اللي قلت لكم عليه مبشور هنا، وهنا الفراخ اهي متقطعه ومغسوله كويس قوي على قد ما تقدري، لان طبعا بيبقى فيه زفاره، حاولي ان انت اول ما تشمي ريحتها تبقى لها كويسه، يبقى كده خلاص تشتغلي على طول. وهنا البهارات بقى زي ما قلت لكم، فلفل اسمر ومكعبين ماجي، ده حد اختياري يعني، عايزه مش عايزه براحتك بقى. وهنا شويه ملح وشويه بهارات لحمه، وهنا بهارات فراخ. وخليك معايا بقى كده واحده واحده. هنا هنحط طبعا البصل المبشور اهو، وتعالوا بقى معانا عشان هنغسل الرز ونجيب ال، عشان يا جماعه الرز اهو زي ما قلنا بتضطري تفرشيه كله في قلب البايركس اللي عندك، او صينيه اي حاجه عندك اعملي فيها، مش شرط يعني، في اي حاجه عندك تعملي فيها ماشي. بتروحوا فاردين كده الرز كله على الفراخ اللي انت عملتيها. خليكم معايا كده، نحط اللبن اهوت على الوش كله، نسقي بيه بايركس كله اللي انت خلاص عملتيها. يلا يا جماعه، هي خلصت اهيت كلها بحمد ربنا، الحمد لله خلصت اهيت. وخليكم بقى معايا لما نحطها في الفرن ونطلعها، نوريكم شكلها الاخير باذن الله تعجبكم. حبايبي هنا انا نسيت اقول لكم ان احنا لازم نحط زبده على الوش، لان الزبده بتدي له طعم الرز جميل قوي، وبتخليه مفرفر وكويس يعني. خليكم معايا ما نشوف اخر التطورات في الاكله، خليكم معايا للاخر. معانا اختيار، انا عملت برضو هنا صينيه بطاطس اهوت جنبها، تمشي معاكي يعني، اللي عايز يعمل براحته يعني، ده اختياري. وهنا برضو شويه مخلل لفته هنا، تفتح يعني، يفتح النفس مع الاكل وكده.
ويا رب بقى يكون يعجبكم اكلتي النهارده. هي الاكله اللي قلت لك اللي عملناها سوا واخر شكل لها، يا رب بقى تعجبكم. اهو كده بص الرز اهي، بصي اهي، بص الرز مفرفر معاكي اهوت وحلو قوي اهوت. يا جماعة ايه يا جماعة الأكل اهي، يا رب ده تعجبكم. وبكده يا جماعة نكون خلصنا أكلتنا النهاردة، وما تنسوش بقى تحطولي اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا كل جديد بإذن الله. ويا رب بقى أكلتي تعجبكم في قناة أنا وبنتي، وإن شاء الله نعمل لكم حاجات أحسن وأحسن. مع سلامة الله.